أما مجرد ارتكابه للكبيرة التي دون الشرك هذا خطر بلا شك، وهذه كبيرة متوعد بالنار والغضب، ولكن لا نحكم عليه أنه كافر، أن نقول أنه مؤمن ناقص الإيمان وفي الآخرة معرض للوعيد الذي ورد، وإن شاء الله عفى عنه وإن شاء عذبه، لكن إذا عذبه لا يخلد في النار كالكفار بل يخرج منها إلى الجنة، مآله إلى الجنة. نعم. ولا أكفر أحدا من المسلمين بذنب ولا أخرجه من دائرة الإسلام. أي نعم، يبقى في دائرة الإسلام، في دائرة الإسلام، لكن يكون إيمانه ضعيفا، يكون معه أصل الإسلام وأصل الإيمان ولكنه يكون ضعيف الإيمان لأن المعاصي تنقص الإيمان. نعم.